السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالصدق. مش هطول عليكم، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معانا بصل متقطع اي تقطيع، بس كبري التقطيع شوية. بعد كده هننزل بمعلقة زبدة كبيرة، وهنضيف ورقتين لوري، وهنشوح بس البصل تشويحة خفيفة كده لحد ما يدبل حاجة بسيطة. واول ما يبدأ يدبل هننزل بعصير الطماطم، دول 3 بصلات كبار عليهم 4 طماطمات كبار. احنا عاملين صينية متوسطة الحجم. بعد كده هنحط معلقة ثوم صغيرة، وهنتبل بملح وفلفل ومكعب مرق دجاج. احنا مش هنحط توابل كتير في الوصفة دي لان الصدق طبيعي بيبقى متبل. هنقلب تقليبة، وبعد كده هنزود مية مغلية. احنا مش هنسيب الطماطم تتسبك خالص، هي بس هتاخد غلوة، وبعد كده هننزل بالمية على طول. وممكن طبعا تضيفي شوربة بدل المية، بس احنا حاطين مكعب مرق دجاج. تمام كده هننزل بالمية، ومعانا بطاطس متقطعة ترنشات حجم متوسط، هنوزعها على الصينية كلها. اهم حاجة الصوص الاحمر ده يكون مغطي البطاطس كلها، ما تكونش البطاطس باينة علشان تستوي كويس. طريقتها سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. تقدري طبعا تعمليها كوجبة غدا كاملة مع رز ابيض زي ما قدمناها في اول الفيديو، بيبقى طعمها تحفة، احلى كمان من الرز بالشعرية. بعد كده معانا صدق متقطع قطع صغيرة، هنحطه على وش الصينية من فوق. انت مجرد بس ما تحطي الصدق على الوش هتلاقي ريحة البيت خلاص اتقلبت من الصينية الجميلة دي. هنوزع الكمية كلها على وش الصينية، وبعد كده هنسيبها تغلي على نار عالية، وبعد كده هنهدي النار شوية لحد ما تستوي معانا وتبقى بالشكل ده. شايفين هي كده استوت خالص، بس لسه هتدخل فرن تتحمر. تعالوا نشوف البطاطس استوت ازاي. شايفين البطاطس طرية قوي وبجد مستوية وطعمها فظيع. هندخلها بس الفرن 10 دقايق تتحمر، وهتطلع معانا بالجمال اللي هتشوفوه دلوقتي ده. شايفين شكلها حلو ازاي وكمان طعمها احلى. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. تقدروا تقدموها مع رز ابيض او بالشعرية، بس مع الرز الابيض بيبقى طعمها احلى. طبق سلطة كده تمام قوي على الغدا. شايفين شكلها حلو قوي. وفي نهاية الفيديو لو الطريقة عجبتك ياريت تضغطي على اللايك والشير، وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.